إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يوم 2013 حسن الكمبيوتر عنده مشكلة، طبعا نتعة أو دقة في الجير. فحسن الكمبيوتر طلع عنده المشكلة شريحة الجير اللي هو فيها البي 0989 حسب الفحص الكمبيوتر. عشان أفك الشريحة لازم أغير الزيت، فراح إن شاء الله نسوي تنظيف للجير كامل بعد ما نغير الشريحة. راح أفرغ الزيت عن طريق الهوز، لأنه قبل أفرغ الزيت برضه أنا أثناء ما أفرغ الزيت برضه نتأكد إنه ما يكون الجير فيه برادة حديد أو شوائب، لأنه أحيانا الشوائب أو البرادة أو أوساخ الجير تأثر على الشريحة. فإحنا من باب أو من دورنا إنه نفرغ الزيت في جالون، عشان لو قدر الله الزيت فيه مشكلة نرجع الزيت، لأنه ممكن الشريحة ما تكون فيها شيء. ولكن هذه غالبا يعني مشاكل تظهر معنا بسبب اللي هو حرارة الجير. دائما حرارة الجير تؤثر على أجزاء الماكينة أو الميكانيكية أو الكهربائية داخل الجير، فدائما أعطال الحرارة لشريحة الجير بسبب حرارة الزيت. فما أعتقد أنه أحد استخدم الجير أو السيارات هذه ومركب عليها مبرد من البداية وخربت عنده الشريحة، مع أن الشريحة هي كهربائية قابلة للعطل. لا نفرغ الزيت، هذا عندي الزيت هنا، صراحة مبين عليه انه مرة محروق او اسود، لكن راح نحكم عليه عن طريق اللي هو الكارتير. هذا الان الجير، توافق الكارتير، هذا عندي الفلتر القديم، وهذا عندي الان الزيت والكارتير. يعني الحمد لله ما في ذاك الرايش. لكن بنشوف عندنا هنا اوساخ، طبعا هذا الان الزيت وما في برادة الطنجرة الحمد لله، لكنه في برادة حديد كذا يبدو لي. لاحظوا الكمية هذه كلها الان، انا ما ادري، شوف كل هذه حديد، هذه كلها الان اشارة حديد. لاحظوا لما امسح الان، لاحظوا كله يمسك، لاحظوا هذا كله حديد. ولا اعلم هل في مشكله في الجير ام لا، لكنه على حسب كلامه انه يقول تغيرته سليمه. على العموم بنصلح الشريحه، بنغير الزيت، بنحط المعالج، ان شاء الله تسلك الامور. لكن انا ما ادري الجير، لاحظ البراده لما اسوي زي كذا، هذه براده حديد وليس المنيوم، هذه اللي تمسك في المغناطيس. يعني تجي فيه برادات حقت الكليشتات، هذا طبيعي السواد، لكن بهذا الشكل يبدو لي انه الله اعلم في مشكله او بدء في مشكله في الجير. طبعا الحين بفك الشريحه، وعشان تفك الشريحه طبعا صاميرها معروفه، عندنا هذا المشرشر طبعا مختلف عن هذه ومختلفه عن هذه، هذه مسامير عاديه، هذه مشرشر. عندنا واحد هنا، هنا واحد، وعندنا برضه هنا واحد، هنا واحد، ايضا هنا في واحد، وهنا برضه واحد، وفي اثنين من الخلف او ثلاثه من الخلف. وراح نفك القفله حقت الافياش اللي هنا، نفك الفيشه اللي ورا. حصلنا الفيشه او الضفيره حقت الكمبيوتر او حق الشريحه. هذه هي، وفصلنا الجلبة هذه اللي توصل ما بين الضفيرة وما بين الشريحة، بعد ما فصلنا القفلة هذه. الآن راح نفك المسامير حق الشريحة زي ما ذكرنا سابقا. عندنا هنا واحد وهنا واحد، بعد راح نفك البقية. طبعا هذا الجير بعد فك المخ الجير أو البادي بلف، طبعا هذا عندنا هنا البادي بلف، وهذه اللي هي عندي هنا الشريحة، هذا عندي الآن هنا الشريحة. طبعا فكينا الشريحة ولاحظ عندي هنا سليمة، هذه عندي سليمة، بس هذه شفتها مقفلة قبل شوي كان كلها سواد،
بس حركتها بيدي طلعت العدسة اتضحت. قبل شوي كانت مرة مقفلة بالكامل، يعني كانها في أوساخ، فما أدري هل الأوساخ برضو هي تقفل المشكلة والسبب نفس العطل، ولا الشريحة برضو تحتاج إلى إصلاح. هذا الحين ما شاء الله تبارك الله بعد الغسيل، هذا الحين بعد الغسيل يعني ما يبدو لي فيه شيء متأثر، بس كان فينا أوساخ مقفلة بالكامل، نظفتها رجعت طبيعي مثل الحبتين هذه. فما أدري هل تكفي التنظيف ولا لازم نختبرها، وبرضه ما أدري عن الصمامات هذه الآن هل عطلها بنفس الكود اللي 989 ولا 989 يخص الشريحة هذه فقط. الكود اللي عندي 989. السلام عليكم. شريحة يوكن تاهو 2014 فيها مشكلة بالسويتشات، بالذات هذه خربانة مرة، منتهية العدسة حقها مفقوعة، السويتش لازم يحتاج لها طقم إصلاح كامل، تتغير وتزين الأمور إن شاء الله. طبعا هذه الشريحة بعد تغيير إصلاح كامل للسويتشات، هذه اللي هي السويتشات اللي دائما فيها الأضرار، المشكلة فيها هذه سويتش، هذه في الشريحة ما هي مشكلة سيلونويد، وهذا اللي تم تغييرها، كانت فيه تنتين مفقعة وتنتين ثانية كانت خلاص على شبه انها منتهية. السيارة هذه بتضبط ان شاء الله بعد البرمجة 100%. يعطيكم العافية. طبعا زي ما شفتم بعد ما صرفنا الشريحة عند الاخ ابو زياد، انا راح اركب الشريحة بعد تنظيفها ونطبقها وركب البادي بلف بالكامل. طبعا التركيب كالعادة العشرة مسامير في الأول، الأربعة مسامير اللي هنا، المسامير رقم 7 تركب في هذه المنطقة، 8 يجي مسمارين، واحد هنا واحد هنا، راح نشدهم. ركبنا الفيش اللي هنا، تثبيت اللي هنا، وأيضا هنا، وركبنا برضو الحساس اللي يجي هنا حق السرعة. هذا عندي هنا، هذا الفيش هنا ركب حق الحساس السرعة اللي هنا. الآن الشريحة إن شاء الله جاهزة للتركيب. ركبنا البادي بلف، مسمار اللي هنا، مسمار هنا، مسمار اللي هنا برضو، مسمار اللي هنا، مسمار هنا، مسمار. تم تثبيتها، التركيب برضو حق عسل التعشيق او حق شريحة حق الغيارات او حق التعشيق. الان بس باقي معنا نركب الوصلة هذه حق اللي هي ما بين الضفير وما بين الشريحة، ونركب الفيشة، ونركب القفلة هذه. تم تركيب الجلبة وتركيب القفلة حقتها، أيضا تركيب الفيش، تم السنترة حقه في المكان الطبيعي. طبعا ما يحتاج له لا عنف ولا قوة، فقط سنترة وشد عن طريق الوفر بهذا الشكل. طبعا بيكون الفتح إلى هنا، ولما تشد يصير زي كذا ويرجع الى هنا. الان كذا بعد الله البادي بلف جاهز بالكامل، راح بس اركب الان الفلتر ونظف الكارتير ونعبي زيت. هذا الفلتر الجديد، هذا الفلتر القديم، وهذا الفلتر الجديد. تم تركيب الفلتر، تم تنظيف الكارتير، المغناطيس برضو، هذا الوجه القديم تم تنظيفه. الآن راح إن شاء الله نركب. أيضا هذا مكان الفلتر أو الفلتر بعد التركيب. تم شد المسامير،
بالكهرباء. الان راح نعبي الزيت. هذه المرحله الثانيه برضه كمان تنظيف. راح نحط السبع علب او سبع علب ونص ونفرغ الزيت بالكامل، عشان الان اللي قبل شوي فرغناه اللي في الطنجره واللي كان في الكرتير راح للطنجره. الان لما نعبي زيت الجديد راح يطلع للطنجره، والزيت القديم اللي في الطنجره راح يطلع، يبقى بعدين اللي في الطنجره الجديد. بعدها هنركب الكميه الاخيره حق الزيت مع المعالج، ان شاء الله الامور تزيل. حطينا الزيت الان المتكرفت هذا حق المرحله الثانيه، طبعا هو ياخذ 6 علشان لما نعبي في المرحله الاخيره راح يبقى معنا حدود اللتر او نص لتر في الكرتير. فاحنا حطينا النص الزائد اللي في الكرتير، اضفناه ايضا كمان في المجموعه هذه، ايضا اللتر ونص حق المعالج لوكس العلبتين ايضا اضفناه مع المرحله هذه، لانه ما راح يضر، فقط تشغيل وتنظيف الزيت. راح يبقى اللي في الطنجره الكميه المطلوبه. راح الان نشغل ونفرغ الزيت بالكامل. الان شغلنا، راح نفرغ الزيت الان. ما شاء الله شوف الزيت الان بدا ينضف. ننتظر وقت لين يقطع الزيت او يوقف الزيت ونطفي. هذه المرحله الثانيه ما قبل الاخيره. ما شاء الله تبارك الله. تم تكفيل الهوز اللي فرغنا منه الزيت. التيل وقفله. لا راح نعبي المرحلة الأخيرة المعالج مع الزيت. طبعا هذا المعالج لوكس. سبعمية وعشرة ملي. حطينا الزيت مع المعالج. أنا راح نشغل إن شاء الله. طبعا الآن سيارة شغالة. نجرب التعشيق وما شاء الله تبارك الله. الريوس عشق طبعا مجرد ما يتحرك الـ RPM او الهواء اعرف انه الجير عشق. ان دي الام وهذه الحروف كلها شغالة الان. طبعا هو اساسا من اول ما عنده مشكلة فقط الا في شريحة الجير اللي هو البي 0989، لكنه ممكن احيانا يكون في مشاكل بعد التركيب، فهذا مجرد الان اختبار مبدئي. ولكن عندي الان برضه في تغيير ترمبه البنزين وبعض الاصلاحات اصلحها، وبروح الدنيا ان شاء الله ناخذ فيها تجربه على الواقع في الخط بعد ما نصلح مشكله اللي هو حساس طبعا لبه الماكينه شغاله هنا عشان ترمبه البنزين وبعض المشاكل، فراح اسوي لها بعد التغيير ترمبه البنزين فحص ومسح اكواد ونجرب. طبعا احنا فحصنا الكمبيوتر وعندنا اكواد، طبعا هذا بالعربي لكن بس انا حبيت يعني اوضح للعالم قبل، مع المفروض انه اسجلها بالانجليزي، بس الان بسوي لها كلير وبنشوف الاكواد اللي تروح معنا. ما شاء الله تبارك الله، راحت كل الاكواد ما باقي الا كود المكيف، وهذا ما له علاقه فيها، لكن حق الجير والترومبا والماكينه كل الاكواد راحت. طبعا احنا مسحنا الاكواد، وكان قبل لا اشغل اول كان ما السياره عندي ما تشتغل تقبل الا بعد 4 دقائق 3 دقائق ودوب يا تشتغل، يعني تشتغل تطفي. الان بعد ما مسحنا الاكواد وغيرنا ترمبه البنزين والمنظومه كامله راح الان نجرب الان ونشوف. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا البنزين عندنا ناقص، راح برضه نجرب الان التعبئه حقت البنزين
بنفلدها كامل ان شاء الله. طبعا نجرب التغييرات الان في الدي، وبنجرب الان التغييرات. 1 2 3 4 5. لكن الأمانة عنده مشكلة في الطنجرة، لأنه مع كل سرعة أو مع كل تغييرة فيه رجة. الرجة هذه تسويها الطنجرة لما يكون فيها مشكلة في البرنجات الداخلية. لكن ما شاء الله تبارك الله تغييراته كلها سليمة. طبعا لاحظتوا أنتم البراد الأول اللي كان موجودة في الكارتير، هذا دليل على أنه فيه مشكلة في الطنجرة. على العموم يعني الآن ما شاء الله التغييرات والنترة النتعة كل هذه راحت الآن، لكن يبقى في مشكلة في الطنجرة. لازم الطنجرة هذه تتغير، والقير إن شاء الله أنه ما يحتاج تنظيف، فقط يتغير القير الطنجرة، لأنه الآن المشكلة باقي أنه الرجة ملحوظة. يعني الكراسي أنا فحصها حق المحرك ما شاء الله تبارك الله كراسي سليمة، لكن الرجة تبدأ من البداية 40 إلى 80 90 تستمر. لكن ما شاء الله تبارك الله تغييراته ممتازة. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.